من آل جرادي يحتجزون في منطقة خلقة نهم بمحافظة صنعاء 12 قاطرة تقل وقود الديزل المخصص لمحطات التوليد حزيز ذهبان محطة صنعاء الواقعة في منطقة القاع، والبالغ إنتاجها قرابة 100 ميجاوات في الساعة. وبحسب المصادر فقد صدرت توجيهات بإرسال حملة عسكرية لتحرير القاطرات، إلا أن تلك التوجيهات لم يتم تنفيذها حتى الآن. وينتشر العشرات من قطاع الطرق المدججين بالأسلحة بطول طريق صنعاء مارب منذ عدة أشهر ويمارسون أعمال سطو بحق المرأة دون أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبط أي منهم وتأمين الطريق.